وأنا أقول لجنابه أن الدفاع أدرى بما يفعل وأحرى به أن يقرر بنفسه ماذا يقول وبماذا يدافع. نحن استمعنا إلى خطبة عصماء وإلى مرافعة بليغة وطويلة لم تمس صلب الحقائق. هذه الفكرة الانتقامية التي تولدت لدينا، أقول لمعاليكم هنا على هذه المنصة إنها فكرة عفى عليها الزمن. هذا الانتقام المعبأة به النفوس، نعم هو قاتل، نعم هو مجرم، نعم ارتكب إثما، نعم انحرف، ولكن ما هذه النفوس المعبأة بالحقد والانتقام؟ إصلاح المجتمع ليس بهذه النظرة القديمة، نظرة القرون الوسطى، هناك نظرة للإصلاح. هذه الشجرة الشيطانية التي تكرمت بها النيابة العامة وقالت إن هذا المتهم هو شجرة شيطانية، هذه الشجرة نحن من صنعها، والمجتمع يصنع منها كل يوم من أشجار. نعم المجتمع سيد الرئيس لا يصلحه. هنرجع للفعالات بس انا رد عن حقي. ابتدي في وقت مرافعتك ابتدي رد بعد اذن معلم، بس مقوله صغيره يا ابني، ادي بس الدفوع الاول وقول اللي انت عايز تقوله. مقوله صغيره ممكن قبل الدفوع؟ ممكن. على اذن معاليك يا ريس، اصلاح المجتمع والفضيله ونصر الخير بين الناس مش بالخطب ولا بالمرافعات، بل كما قال الدكتور علي الوردي الفيلسوف، اصلح ظروف المجتمع، حسن ظروف المجتمع تتحسن الاخلاق. نعم ليس بالتربيه والاخلاق، سهل الكلام. سنقول في دفاعنا ما نحن هدمنا هذا الشخص، وما دورنا، دور الاب ودور المجتمع في انشاء هذه الشجره الشيطانية كما تقول النيابة العامة. الحاضر مع المتهم دفع أولا بالتمسك بما جاء بتقرير مستشفى العباسية النفسي بأن المتهم يعاني من الشخصية العصابية، مكتوب في هذا التقرير لدى المحكمة المحقرة في غير موضع، في موضوعين، ومنهم موضع بالبنط العريض. المتهم يعاني من شخصيه عصبيه، شخصيه عصبيه، نعم، ورا المعقد، احنا بقى هنقول هنا يعني ايه الشخصيه العصبيه؟ كلام علمي لا. في التقرير مستشفى العباسيه النفسي بان المتهم يعاني من الشخصيه العصبيه كاضطراب نفسي انتقص من إدراك المتهم واختياره وقت ارتكاب الجريمة طبقا لنص المادة 62 فقرة 1 عقوبات المستبدلة بالقانون 71 ل 2009. ثانيا مطلوب بعد إذن معاليكم مطلوب استعمال الرأفة مع المتهم طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات أخذا بأحوال الجريمة، وأن المتهم فاقد التكيف مع البيئة المادية بعد إذن عدلكم المؤقت. المتهم رئيس سمعنا قصتين، قصتين، قصة النيابة العامة المنقرة وقصة المدعي بالحق المدني عن أن هذه الأسرة التي كانت تعيش في وئام وسلام ووردي والأب 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 الحنون، الأب الحنون اللي راحت فلزت كبده، اللي راح بنقدم حافظة مستندات قويت على سلب الوصايا من هذا الأب الحنون لمصلحة الخال.
وحكمت المحكمة بسلب الوصاية عن هذا الأخ نتيجة لإهماله وتضييعه لأبنائه. تفضل يا رجل. أب أهمل طلع أم العيال دي وهم صغار، الأم أصابها سرطان، وهذه الشجرة كما يقال الشيطانية كانت في سن المراهقة 17 سنة يوم ماتت أمه في 2018. دور الأب من ساعة ما سابهم صغار لحتى 2018 غير وارد، ما قالهمش سلام عليكم، راح بدد المنقولات كما سأل، بدد المنقولات المملوكة لأمهم. ثابت في هذا الكلام، ثابت في هذا الحافظ، راح بدد المنقولات. ما شافوهوش بأقوال المتهم نفسه، لما ماتت الأم ما كانش قدامهم حق إلا يروحوا يعيشوا مع الأب. هل احتواهم؟ لا. فل كلام نقعد؟ لا. الولد طفش، طب دور عليه؟ لا. الله، فين الأب؟ فين هذا الأب الحنون الكبير اللي كان بيراعي اللي كان بيعمل غايب الأب؟ بعد إذن عندكم يا ريس، الشجرة دي اللي عانت من الإهمال، إهمال الأب، قسوة مجتمع، المجتمع اللي احنا بنقول عايزين نصلحه، اللي عايزين نصلح هذا المجتمع وعايزين نعدل ده عشان قتل اخته. اخبار طلعت مصطفى ايه؟ ما علينا، ده عايزين نعلمه دلوقتي ومش نقول وقتي عشان جريمة قتل ارتكبها وهو ضحية اهمال مجتمع متخلف هينتج من هذا المثل كل يوم. ننظر من محكمة الأسرة، مصنع بينت كل يوم. فين دورنا؟ عندنا وزارة اسمها وزارة الشؤون الاجتماعية كل دورها على تطبيق شوية فلوس زهيدة للناس. لما بيموت أم وتترك أطفال بدون رعاية، لما يموت أب، فين دور المؤسسة زي ما في الدول اللي بنشوفها؟ فين دور المؤسسة اللي بتروح تشوف الأطفال دول مالهم؟ لو عيل منهم جادح تلحقه، احنا عايزين نلحق مجتمع، مش عايزين نقطع رقبه ونعلق في مشان الدابة، مش ده الحل، مش ده الحل ان احنا نكون هذه الفكرة الانتقامية. راحت مع الملكة اليزابيث من ايام سجن الباستيل انتهى. نحن هنا لنصلح بلد ونصلح ناس ونصلح، يمكن ان يكون هذا ضميره يأنبه ويرجع شخصا صالحا مرة أخرى. يمكن. بعد إذن عندكم المؤخر، التقرير الطبي اللي سمعنا كتير إنه سليم وسمعنا هذه المرافعة الكريمة من الزميل الكريم، وقال إن التقرير الطبي قال إن الولد زي الفل، ذكي، ذكاء طبيعي، نبض القلب سليم، الضغط سليم، بيجاوب، بيرتب الأفكار. لم يتناول في التقرير ان التقرير اقر انه شخصيه عصابيه، وكان النيابه العامه ابتلاها انه شخصيه عصابيه. نلقي على مصمعكم الكريم ما اقوله الان منسوب للدكتور سوسن شاكر مجيد في من كتابها الشخصيه العصابيه وأهم خصائصها، منشور بتاريخ 16/4/2022 في الحوار المتمدد. تقول إيه؟ تقول إن الشخصية العصابية هو شخص مضطرب نفسيا، بمعنى عدم الاتزان الانفعالي الذي يهيئ الشخص ويجعله مستعدا لتكوين اعراض عصابيه عند التعرض لضغط ويصاب في النهايه بانهيار عصبي. ده كلام علمي وكلام من التقرير الطبي بتاع المستشفى النفسي.
قال الراجل بيعاني، الراجل ده بيعاني من شخصية عصبية، والعصبية هنا في الكلام العلمي هذا معناه اللي ما حبش يفسرها فسرها. يا رايت يظهر العصاب، هذا الكلام منسوب للدكتورة سوده، يظهر العصاب عند شخص لديه درجة منخفضة من عدم الاتزان الانفعالي نتيجة ايه؟ بعد اسم عليك رئيس الاذان نتيجة ايه؟ كلام علمي، نتيجة ضغط بيئي قوي وشامل. وقد لا يظهر عند شخص اخر لديه استقرار شديد للعصاب نتيجة توافر هذه الامور، مش كده؟ طب ايه تعريف الشخص، ايه التعريف العلمي عند الدكتور؟ ما زلنا في كتاب الدكتوره سوسن بتقول الشخص العصابي هو الشخص المتردد القلق صاحب الميول العصابيه المكتئب المتقلب انفعاليا ضعيف الحساسيه بالمواقف الاجتماعيه الذي لا يهتم بمشاعر الاخرين. علمي، شخصيه مريضه، شخصيه عصابيه كالتقرير اللي كل واحد سليم، محدش انتبه، ده الكلمة الوحيدة في هذا التقرير اللي مكتوبة بالبولت العريض، وأنا أشاور لمعانيكم عليها، هي دي الكلمة الوحيدة اللي مكتوبة بالبولت العريض تحت، حاطينها بولت أسود عريض، شخصية عصابية، وتركوها لأجل المحكمة المحترمة. عندهم شخصية عديمة الاتزان الانفعالي. كلام من عندي بالتقرير. التقرير قال انه دلوقتي كويس وبيجاوب، بس شخصيه عصبيه نتيجه ضغط عمل، ده تعريف التحول العصبي. انا مش راجل متخصص في علم النفس ولا في الطب النفسي، ولكن هذا كلام المختصين. اللي هو كمان الاشخاص لا محدش قطع، هناك رئيس كنا طلبنا في الجلسة الماضية عدة طلبات. أنا كنت كده كده هتنازل عنها. ليه؟ لأن المتهم الشيطان اللي بيقولوا عليه الشجرة الشيطانية اللي واقفة دي قال لي بلسان يا أستاذ هاني لو سمحت مش عايزين نجرح أختي بأي كلمة سوء أبدا. خلاص هي ماتت، الله يرحمها ويرحم الجميع، لو أعدموني يعني. هذا كلام. انما عشان اقدم التليفون مفحوص في غير جهتي الرسميه، مفحوص في بيتنا ومصورينه في بيتنا ومنطقيين منه مكتوب انتقائي وجايين نقدم صور ورديه وكانها فرح، هذا ليس فحصا. معنى ان احنا تنازلنا عن الطلب. بعد اذن عندكم الموقع رئيس مش هطلع قد المحكمه المحترمه، مش هطير. لان احنا بنقول ما قل الضغوط الاجتماعية اللي خلت منه
هذه الشخصية العصابية اللي شريان الحياة اللي كانت أم الله يرحمها ابنها الوحيد وميزاه البطة البطة السودة زي ما بيقولوا ماتت في سن هو محتاجها في سن مراهقة ماتت. طيب يروح لأب ما فيش مشاعر بينهم ده سايبه من هو في اللفة أب مين ما فيش مشاعر خالص ده ما كانش من المسلم ده ما يعرفوش راح لمين قرايب ما فيش صدمة مش كده بس بكأقوال المتهم نفسه لتحقيقات النيابة العامة أقر بأن أخته كانت دائمة الاستفزاز ما كانتش الأخت كما وضحوا السادة الزملاء الحنونة الطيبة الكويسة لا مبرح في المرحومة رحمة الله إليها فهي أفضت إلى باريها ولكن هي كانت دائمة الاستفزاز والتنمر عليه تقول له خالد خطيب ده أحسن منك أنت فاشل أنت ليه؟ ليه بتقول كده؟ لأن أمه كانت مربية هو عندها حاجة كبيرة الولد بقى فكانت أخته دي بطبيعة الحال ده غير ما إنه ما صدقت إن أمه ماتت وراحت مستعفية اعمل سلام عليكم ليه؟ صباح الخير عشان إيه؟ كل ده حاجة لا أنت مالك؟ يا سيدي أنا مع حد على خالد نتكلم لا مالكش دعوة أنت مالكش لازمة أنت فاشل أنت خايف نفس الكلام اللي قررته نيابة العامة الموقرة اقتباسا من كلامها ليه ده اللي دمر شخصيته وما زلنا ندمره إلى الآن وندم كامل بعد إذن معاليك يا ريس هذه الضغوط التي أفضت إلى ما نوهنا عنه نتمسك بعد إذن عبدالله الموقر بدفوعنا وتخفيف العقوبة واحتياطا بالتزام الرأفة للمتهم شكرا متابعينا الكرام متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان تابعتوا معانا مرافعة محامي المتهم أستاذ هاني تعالى معانا برا هناخدك بره شويه هتتابعوا معانا الاستاذ هاني فوقي واللي فجر المفاجاه وكان قالها لنا وانفردنا بيها كاهل مصر وقلنا ان الولد ان الاب كان منزوع الوصايا الاب منزوع الوصايا على اولاده استاذ هاني زي حضرتك جميل جميل مرافعة جميلة هنقول طبعا النهاردة بقى هنكشف عن المستور اللي كنا مخبيينه على طول قال ايه بقى التقرير الجزء العصبية البنت العمل الشخصية العصبية اي مريضة قرابة مريضة 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 بس ده ما فيهاش كلام طب ليه تجاهلوها لا معرفوش يقروها حضرتك بقى فصصتها لازم تاخد التقارير زي كده في كل كلمه وتعمل عليها سيرش وبحث طب هنقول نزع الوصايا او الولايه من باباهم المحكمه غير مؤهل للوصايا لابنه يبقى منين هو الاب اللي كان محتوي الولد واللي كان مؤهل عدم الوصايه ممكن تخفف عليها مش عدم الوصايه بس لا الوصايه التقرير احنا عده عوامل متضاربه الضغوط الاجتماعيه والتاثير الضغوط الطب النفسي والمذكرات اللي حافظه بعد المعنى اللي كان الوصايه كل دي تتضافر معا علشان نقول للمحكمه ان هذا المتهم نتوقع ان ممكن اتوقع ان ممكن تخف المؤبد اتوقع ماشي هنكمل معاك بعد النطب الحكم
ماشي يا استاذ هاني، شكرا. اتمنى بس ان انا كنت عملت اللي عليا وقت ضميري. متابعينا الكرام، متابعي جريدة وموقع أهل مصر في كل مكان، تابعتوا معنا مفاجأة فجرها محامي المتهم محمد نبيل من العيار الثقيل، وهم مفاجئتين بصراحة. هي مفاجأة رفع الولاية من على الأب نتيجة إهماله، والولاية كانت للخال، وكمان التقرير بتاع الطب الشرعي بتاع بأنه شخصية عصبية، واللي هو جاب تقارير وجاب حاجات بقى وأبحاث وقالها وترافع بيها. وإن شاء الله هنتابع معكم باقي جلسة النطق بالحق. شكرا متابعينا الكرام، كانت معكم سعاد الديب من محكمة بورسعيد.